بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن اختبار الهوية ونمط التفكير الشخصي. هل تثبت على رأيك واعتقادك الشخصي؟ احنا محتاجين ورقة وقلم بس في البداية عشان تسجل درجاتك في الاختبار دوت، عشان تعرف النتيجة في الآخر. هل تعرف رأيك بسهولة؟ هل تغير رأيك بسهولة؟ هل تغير رأيك بسهولة؟ وهل تحتفظ بنمط تفكيرك على ما هو عليه؟ أنت لا تتأثر بكل ما يحيط بك من العناصر البينية، وهل تتأثر بآراء الأهل والأصدقاء؟ وهل لديك القابلية لتطوير أفكارك أم أنها جامدة لا تتغير؟ هتجاوب على الأسئلة دي. هل غيرت رأيك بالنسبة إلى الموضوعات التالية؟ 1. تسريحة شعرك منذ سنة واحدة ولا 10 سنوات ولا لم يتغير؟ 2. الشخص الذي تحب. لو هتجاوب منذ سنة واحدة تعمل صح وصد. إجابة منذ سنة واحدة. لو 10 سنوات هتعمل صح لم يتغير، هتعمل صح وصد لم يتغير. جميع أفراد الجنس الآخر. 4. الرقص وما يتمتع به من حيوية جاذبة. 5. روسيا. 6. الطريقة التي ستقضي بها فترة تقاعدك. 7. الروايات البوليسية. 8. الطبيعة الحقيقية. تصرفات الأولاد، أولاد الآخرين خصوصا. التخيم أو التخييم والحياة وسط الطبيعة. 10. الحزب السياسي الذي اخترته. 11. السياسة عموما. 12. أطفال الأنابيب. 13. الغزو الثقافي الأمريكي للعالم. 14. طريقة توزيع الأثاث في منزلك. 15. طريقتك في إدارة شؤونك المهنية. 16. اليابان، رأيك يعني في اليابان أو رأيك في روسيا. 17. النظام الغذائي الذي يلائمك. 18. الصحافة والصحفيون. 19. الاضطرابات. 20. الطريقة المثالية لقضاء أيام العطلة. 21. ألوانك المفضلة للملابس. 22. ألوانك المفضلة للأثاث المنزل. 22. صديقك الأقرب. 23 أو 24. الأفلام الأجنبية. 25. الشرطة. 26. متعتك القصوى وطموحك الأساسي. الإجابات: سجل نقطة واحدة لكل إجابة بنعم في الخانة الأولى. سجل نقطتين لك بإجابة نعم في الخانة الثانية ل10 سنوات. سجل 3 نقاط لكل إجابة بنعم في الخانة الثالثة. النتيجة: اجمع النقاط وقارنها بالفئات الآتية. أكثر من 55 نقطة فأنت تتمتع بأفكار لا تتزحزح ويصفونك بالعنيد. حاول ألا تتشبث بأفكارك إلى هذا الحد، لأنك ستصبح غير محتمل مع تقدم العمر بك. من الأفضل أن تكون لينا وتتماشى مع العصر، وإلا فقدت كل تواصل مع الآخرين لا سيما الأصغر سنا منك. إذا حصلت من 40 إلى 55 نقطة تتمتع بدرجة كافية من الموازنة في التفكير، وبإمكانك أن تتأقلم بسهولة مع تغير الأوضاع المحيطة بك، وذلك من خلال تبني المبادئ التي تناسبك والتخلي عما يزعجك. حافظ على هذه العقلية. أقل من 40 نقطة لا تكن ساذجا إلى هذا الحد، فليس آخر فلبس آخر فليس آخر رأي سمعته من أحدهم هو الأصح. لا يعني ذلك أن تتشبث بآرائك، إلا أن ثبات القناعات الأساسية في الحياة أمر لا بد منه لتسهيل العيش. ما تنسوش الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو والتعليق أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.